الله الرحمن الرحيم. نهني قيادتنا الرشيدة باليوم الوطني، ونقول كل عام وأنتم يا وطننا بخير والشعب السعودي بخير. كما لا يسعني في هذه الفرصة إلا نشكر قناة روتانا لتغطيتهم هذه المناسبات الدائمة للوطن، شكرا جزيلا. نرفع أسماء آيات تبريكات لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهد الأمين سمو الأمير محمد بن سلمان، الله يحفظه يا رب العالمين، ونقول دمت في خير يا وطننا، ما شاء الله تعالى من تقدم لتقدم والزهار للزهار بإذن الله تعالى. من مسار الليل أطراف النجوم، من ضحوك الفجر لين آخر مدار، تبتسم لك يا محمد كل يوم، أرضك وتنبت صيادها خضار. وهنّي الملك سلمان وولي عهد الأمين مناسبة اليوم الوطني 92. لهذه المناسبة الكريمة أرفع أسمايات التهاني والتبريكات إلى مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله، وإلى سمو سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حفظه الله ورعاه، وإلى الشعب السعودي كافة أدام الله على هذه البلاد الأمن والإيمان في ظل حكومة مولاي خادم الحرمين الشريفين. أهني الحكومة، أهني الشعب، أهني جميع المقيمين على أرض الوطن، والحمد لله، الله يجعل يوم كل سنة أعياد وتطور وأمجاد إن شاء الله. أقول كل عام وطننا بخير تحت قيادة والدنا الملك سلمان بن عبد العزيز حفظ الله وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وإن شاء الله بلدنا من كل سنة لتطور ازدهار أفضل وأفضل مشيئة الله تعالى. الله يعافيك.